حادثة تلو الأخرى يتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، تتفاعل معها السلطات بشكل فوري لحسم القضية. فهل حركت مواقع التواصل الاجتماعي عجلات القضاء الراكدة بعدما كانت تأخذ سنوات وسنوات لحسم تلك القضايا؟ منذ يومين نشرت مدونة مصرية تدعى بسمة بشاي فيديو لتروي من خلاله تعرضها لتحرش من قبل أحد موظفي مطار القاهرة الدولي بعد وصولها من بيروت بصحبة أصدقائها. بسمة اتجهت لمواقع التواصل طلبا للمساعدة بعدما أحست بتقاعس موظفي المطار في اتخاذ إجراء ومحاولة التكتم على ما حدث. وأنا واقفة في الطابور مستنية الشنط، راجل صورني من وراه على تليفونه، وأصحابي أخدوا بالهم ورجعوا جري وراه، وهو he denied everything ومرضيش يورينا الصور. أوكي، أوحش حتى فكرة إن إحنا دخلنا جوه عند السكيورتي والراجل اللواء or whatever the hell بيزعقلي إن أنا متضايقة مبدئيا، مسكوا تليفونه وفتحوا الصور and they found pictures of me، صوري وصورها الناس التانية. هو واضح ان دي حاجة هو بيعملها، بيقعد يصور ناس. حالة من الغضب انتابت بسمة بطريقة تعامل زملاء الشخص المتهم بتصويرها، والتي ظنت في البداية الأمر أنهم رجال أمن في المطار، ليتضح لها بعد ذلك أنهم موظفون في المطار. نستمع لإفادتها. أنا أكشلي ما أعرف أنا بعمل الفيديو ده ليه، لأنه واضح أن المشكلة من فوق، لما الراجل اللي السكيورتي اللواء اللي في المكان اللي في المطار اللي المفروض بياخد لي حقي بيزعقلي اولا ان انا متضايقه، بيشخط لي ان انا متضايقه. الراجل التاني مسموح له يمد ايده عليا، مش بس يصورني في نص المكان ما حدش بيقول له حاجه، وانا I'm being denied the truth the validity of the fact ان في بني ادم صورني والصور are on the freaking camera. يعني طبعا على هذه الفيديوهات انهالت التغريدات على فيديو بسمة. مثلا هنا مي أشرف تقول متعاطفة: أنا بجد فخورة بك وأحب أقول لك أو أحب أقول لأي بنت أن سكوتك عن حقك حيضيع حقوق بنات كثيرة، أوعي تسكتي عن حقك مهما حصل. أتمنى لكل الضحايا أنهم يأخذوا حقهم وأن ده ما يأثرش على نفسيتهم. سلمان راضي: مش معقول ده يحصل في المطار اللي هو وجهة مصر الحضارية في التعامل مع السائحين، أو هو وجه طبعا المطار. لازم تحقيق التحقيق والضرب بيد من حديد على كل السفهاء دول. أميمة تكتب: لابد من مجازات كل من اشترك في هذه المهزلة الأخلاقية، ليس من قام بالتصوير فقط. إلى متى نظل على هذه المساخر؟ ربنا يستر ويرحمنا برحمته. بعد حضور أمن المطار تم فتح تحقيق وتم القبض على الشخص، وأصدر شركة الطيران المدني بيانا تقول فيه: تم إيقاف العامل اعتبارا من اليوم وسحب تصريحه الجمركي لحين الانتهاء من التحقيقات بواسطة الجهات المعنية. تؤكد إدارة مطار القاهرة الجوي أنها تحرص على سلامة جميع الركاب المترددين على المطار، وإنها لا تتهاون في محاسبة أي متجاوز أو مقصر في تأدية الواجب من جميع العاملين. نشرت بسمة بعد ذلك فيديو تشكر من خلاله كل من ساندها على مواقع التواصل. هذا فيديو لها أيضا. أنا مصدومة من السبورت الصراحة، مصدومة، لا يعني مصدومة، مش مصدقة نفسي بجد. The power of social media is just insane and وعايزة أشكركم قوي 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 بجد قوي. بالفعل مشاهدينا، عرض المتهم على النيابة والتي أصدرت بيانا عبر صفحتها على فيسبوك. جاء في بيان النيابة العامة المصرية: أكدت التحريات التقاط المتهم بهاتفه المحمول خلصة صورا للمجني عليها وصورا لفتيات أخريات بنفس الطريقة. البيان يؤكد أيضا، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وتقديمه اليوم للمحاكمة الجنائية. لكن مشاهدين، هذه الحادثة أثارت يعني ردود الفعل لدى البعض، حيث
قيل أن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي ساعد الكثيرات من ضحايا العنف والتحرش لإصوال أصواتهن. مثلا هذا ما تقوله دكتورة نادين في مواقع التواصل تغرد، تقول فوائد السوشيال ميديا أهي، واحد معروف أنه متحرش ومحدش بيعمل له حاجة، وبلغت ومحدش عمل له حاجة برضه، ولما عملت الفيديو اتعملت ساعتها لحاجة، بمعنى أنه تم حدوث إجراء بحقه بعد أن نشرت بشاي الفيديوهات. أما لؤي فله تعليق يقول فيه: الدولة المصرية بقى عندها اهتمام بالرأي العام غير مسبوق، ده واضح عند كل المؤسسات. اللي حصل مع بسمة بشاي نموذج على الاهتمام ده، من أول الاهتمام بالقبض على المتهم وتقديمه للنيابة، ويكمل لؤي في حديثه وتقديمه للنيابة لحد بيان النيابة المفصل. الأهم أنه ده تم في ظرف ساعات. يبدو أن السلطات أيضا رأت التأثير الكبير لمواقع التواصل، فهنا صفحة النيابة العامة المصرية تنشر بيانات أولا بأول خاصة بالقضايا التي هي حديث مواقع التواصل. تأثير حشد التفاعل على مواقع التواصل في مصر زاد في السنوات الأخيرة، لكن هذه الصفحة تحديدا أحدثت تفاعلا كبيرا، فقد نشر من خلالها تفاصيل في قضية الشاب بسام أحمد زكي. الصفحة أيضا تنشر شهادات لفتيات تعرضن للاعتداء الجنسي وتوفر منصة آمنة لهن لنشر شهادتهن. انتشرت بعدها عدد من المبادرات على منصات التواصل، منها مبادرة تتكلمي سبيك أب، وترصد حوادث التحرش والعنف وتحث النساء على الإبلاغ عما يتعرضن له من عنف وتحرش. مشاهدينا، عن هذه المواضيع معنا من القاهرة الناشطة النسوية دينا أنور. مرحبا بك سيدة دينا. إلى أي مدى أصبحت مواقع التواصل برأيك هي المنصة التي يجري إليها من يبحثون عن العدالة؟ للأسف الشديد القوانين موجودة، ولكن هناك تطبيع مجتمعي مع ظاهرة التحرش سببه رجال الدين الذين انتشروا في المجتمع وجعلوا قوانين موازية يعني تبرر التحرش وتجعل المتحرش هو الضحية، ممثلة في محمد حسين يعقوب الذي كان يحاكم منذ أيام، ورأينا جميعا تغيير يعني المفاهيم التي كانت تنتشر. لكن يعني سيدة دينا أنور، يعني هذه قضية قد تكون بعيدة عن نقاشنا اليوم أو عم نتحدث عنه في هذه الحادثة تحديدا، يعني لأن قوانين التحرش موجودة بالفعل، ولكن التطبيع المجتمعي مع التحرش هو المشكلة، تنفيذ القوانين هي المشكلة، فبالتالي المتحرش بها عندما تلجأ إلى القانون، القانون موجود ولكنها لا تجد من يطبقه ولا تجد من يتعاطف معها لكي تأخذ حقها. هل هي فقط القوانين أم أن هناك يعني تابوهات مجتمعية إذا صح التعبير في الحديث عن التحرش بشكل علني؟ نعم، هو التطبيع المجتمعي الذي أتكلمت عنه هو وجود مبررات للتحرش ووضع المتحرش في وضع الضحية ووضع المتحرش بها في إطار المجرمة التي تسعى إلى التحرش بها، فبالتالي لا يوجد تعاطف مع المتحرش بها، بل بالتالي هم يعتقدون أنها هي السبب وأنها هي التي فعلت ما يبرر التحرش بها. كنا نتحدث عن هذه الحادثة وغيرها، يعني هل الآن أصبح صفحات التواصل هي الملجأ الوحيد للفتيات للحديث عن مشاكلهن، وبالتالي كيف تبررين إذن وكيف إذن يعني تقيمين التحرك من قبل السلطات؟ الفتيات أصبحنا لا يجدن من يعني يقف بجوارهن إلا إذا افتعلنا مشكلة على السوشيال ميديا. نحن أصبحنا في عصر الترند عالميا حتى وليس في مصر فقط، أي قضية لا يتم الاهتمام بها إلا إذا أصبحت ترند وأصبحت صفحات السوشيال ميديا تتكلم عنها. لا وجود للعدالة ولا وجود لتطبيق القوانين إلا من خلال الترند مع الأسف الشديد. أتفق جدا، فالفتاة المظلومة التي لا تجد من يساندها أو من يدعمها تلجأ إلى السوشيال ميديا، ربما تجد من ينصفها. شكرا لمشاهدتك ترندنج، سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها.